السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورۃ التکویر سیکھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء
الحمدللہ، آج کی صورت ہماری مکمل ہوئی. اسی طرح آپ مشق کریں، اپنی زبان سے الفاظ کو دہرانے کی پریکٹس کوشش کریں. اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.